انت ممكن تكون صانع محتوى بتجيب الافكار من الهوى، بتعرف تبيع من غير ما حقك يضيع، عارف بتقول ايه، كلامك تتحاسب عليه، بتاخد وتدي وبشكل ودي، بتعرف تمسك ميزانية، القرش عندك مسؤولية، عالسوشيال ميديا بتأثر وعامل نفسك مش متأثر. ممكن تكون بتعرف تعمل حاجة من ده او كل ده، او نفسك تعمل كل ده ومش عارف تبدأ منين. عشان كده دي اب كونسبت من اكبر ديجيتال ايجنسيز في مصر بتقدم لكم تراك اكاديمي. هتتعلم وتنمي السكيلز على ايد محترفين في عالم الديجيتال ماركتينج. اختار الكورس اللي هيساعدك تطلع مواهبك النهاردة. زور صفحتنا واعرف اكتر.